فقط في الفوز على مباراة كان سبورت، تقديم عرض مشرف. الراجل حذر من خطورة الفريق، حذر ان الفريق هيظهر بشكل مختلف زي ما ظهر في المباراة الأولى، لأن كان مضغوط في وسط ملعبه وفي جماهيره، كان مخضوض من اسم النادي الأهلي. مباراة العودة الوضع هيختلف خالص، مباراة بجماهير هيبقى الضغط علينا احنا مش عليهم هم، فلازم الحذر من فريق كان سبورت والتركيز وطلبهم بالفوز. خليني أقول لك يمكن الاجتماع اللي استمر حوالي 5 دقايق، من بعده كان في تدريبات بدنية، والخبر المفرح لجماهير النادي الأهلي أزاره في التمرين محمد محمود في التمرين، سعد سمير في التمرين بشكل كامل يا شريف، بشكل كامل.